مرحبا بكم. اليوم في إطار مهرجان الفسقية الدولي في دورته الثانية عنا عرض سينمائي لفيلم سبق الخير اللي فيه كريم الغربي، لطفي العبدلي. فيلم فيه ضحك، فيه أمبيونس جديدة، فيلم ما تخدمش بطريقة من أفلام عادية، فهمني؟ باش يظهر اترافيرو الجانب بتاع العين، الحسد، جانب زاد بتاع الانسان اللي يتباركوا به، فهمني؟ العقليات الموجودة عنا في تونس كلها، فهمني؟ الفيلم هذا خدمناه بطريقة ستريت، فهمني؟ اللي هو ستريت سينما موجودة في الغرب برشا. حبينا نكون تجربة أولى موجودة في مهرجان الفسقية، وإن شاء الله تمتد للمعتمديات الأخرين. إن شاء الله مندوبية الشؤون الثقافية تسعى أنها باش يكون موجود في أغلب المعتمديات. إن شاء الله جمهور القروان يفهم الفكرة متاعنا، فهمني؟ رانا نحن نبنيو ونأسسو الحاجات الجديدة في الميدان الثقافي في القروان. المهرجان مازال متواصل، مازال عندنا مسرحية ديما نضحك ديما زاي، فيها فتح المسلماني، حنان الشقراني، كوثر بلحاج، سهرية كلها ضحك. ومن بعد عندنا حفلة نوردو، الناس كل تعرف الفنان نوردو، معناها باش يكون في ملعب حمد العواني. ندعو جمهور القروان هنا باش يكون متواجد بكثافة كما كانوا في السهريات الأخرين. رانا حلمة نبنيو فيها الناس كل مع بعضنا، كهيئة مهرجان، كمندوبية، كجمهور، أهالي قروان كلكم راهو عندنا الحق في مسرح هوا طلق. ماذا بينا نكونوا يد في اليد ونوصلوا الميساج هذا، رانا حشنا بمسرح هوا طلق. علاش حيلو في قبره هذه؟ حياتك من العام مش لازم تلباشا، عملت سبيسياليتي تونيزية سوابع فاطمة. فاطمة أم عادلة. إيه سامع عليك ستاي. سينمائية خاطر فكرة طيبة الحقيقة، وإحنا مستحقين، ما عندناش في القروان سال دو سينما دو فاسون فرصة، معناها باش الواحد يشوف الأفلام الجديدة. علاش باش نقول لك، هو الفيلم مش خايب، يحكي على وضعنا الحالي يمكن، هو الوضع السابق اللي بدأت الثورة. بقى أنا نحب نعطي رأي في حكاية أخرى، أن القروان ناقصة برشا بصراحة في السينما، وما عندناش سينمات بريسك، يعني نتفرجوا على السينما مرة بعد قداش، مع أنه كانت قبل القروان فيها الكازينو اللي كان ديما يبث الافلام، وكنا نشوفوا الافلام حتى جديده اللي تجي من برا. اولين نشوف فيلم في المهرجان مثلا، انا نتمنى نتولي عندنا قاعه بتاع السينما يتبث فيها السينما، باش يبدا الواحد على الاقل هيك بيشوف اش فما جديد. بالطبيعه السينما التونسيه ديما عندها اثر، وعندها يعني تفرجت فما ضحك، فما يعني ثم الذمار متاعنا اللي احنا نحبوه فريسك، الناس كل نحبوه. مين جاء نهار اللي يستنى فيه اي موظف تونس الروتريت؟ هو مش الروتريت، هو الترسيل. ما التونسي نهار اللي يترسم عبارة خرج الروتريت. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.